غرق من جويل 11 تاع البارح حتى اليوم مازال ما بان حتى خبر عليه. المجموعه اللي راهم هنايا الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم الحمايه والامن واقفين فوق اللازم، واش هي نحتاجوا السلطات يدخلوا في الامر ويزودونا الرونفور. يحتاجوا الرونفور الجماعه نتاع هنا نتاع تاع بيضر راهم قايمين بالواجب، سواء الامن الحمايه المدنيه الغطاسين هذوك راهم قايمين بالواجب والزياده، ولكن نحتاجوا الدعم. الناس اللي هنا تعبوا من البارح وهما مارش تعبوا، نحتاجوا الدعم سبحان الله العظيم. جندت مديريه الحمايه المدنيه لولايه تلمسان لعمليه لاجل عمليه البحث عن الغارق 4 مركبات بحريه، 20 عون تدخل منهم 9 عوان 9 غطاسين. كما قامت الولايات المجاوره على غرار ولايه مدير الحمايه المدنيه ولايه وهران عين تيموشنت ومستغانم بعمليه الدعم، حيث قامت بدعمنا ب9 غطاسين حاليا هم متوجهين الى مقر الولايه.